كل الأحباب رجعوا علينا من جديد، مستمرين معانا ومواصلين معانا. كنا بندردش دردشة حلوة شديدة تحت الهواء قبل ما نخش عليكم. المستقبل والحاضر والماضي ايوه صح. بفروقات كثيرة ممكن تكون بتمر بأي مشاهد بشاهدنا الآن، ولكن الملفات المهمة جدا اللي احنا بنطرحها من خلال محطات مختلفة، ملف التعليم، شباب الموجودين الآن في المدارس، المراحل المختلفة، الأساس والوسط والثانوي وحتى الجامعات، في يعني في تغيرات كثيرة جديد جدا ما بين الآونة السابقة والحاصل الآن، ما بين احترام المعلم وما بين احترام الطالب السوداني، وما بين تعظيم مكان للمعلم زمان واحترامنا الكبير له، والخوف هو كان خوف لكن بيترجم بمحبة، واحترام يعني للقدر الكبير اللي هو كان بيقدمه لنا من علم نحن موجودين بسببه الآن في مؤسسات مختلفة جدا يا معزوم. من أكيد خلال المساحة دي خلينا نشكر كل المعلمين اللي مروا علينا في حياتنا من مراحل الأساس للثانوي للجامعة، انتوا لكم فضل كبير جدا نحن نكون موجودين الآن في واحدة من الشاشات يعني المحبوبة جدا أكيد للمجتمع السوداني. أكيد تحياتنا لكل المعلمين. وخلينا ناخذ جانب مهم جدا، طبيعة التعامل بين الطالب وبين المعلم. المعلم في تغير كبير جدا حقيقة حصل عليه على العلاقة بين الاثنين. أحيانا في احترام، وأحيانا يشوبها بعض الحاجات ممكن تكون هي خارجة عن حدود الأدب وحدود الاحترام. حاجات كثيرة ممكن تكون لفتت الانتباه ضيفتنا الموجودة معانا داخل الاستوديو، وهي اهتمت اهتمام كبير جدا بطبيعة العلاقة والسلوك بين المعلم وبين الطالب. أكيد طالب. خلونا نرحب بأستاذة حنان الشيخ إدريس، مرحبا بك، سعيدين بك جدا وسعيدين بوجودك معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأحيي قناة البلد، كل السادة المشاهدين، وكل عام جديد سعيد مليء بالخير والعافية والصحة والسلامة وتغيير الحال إلى أفضل إن شاء الله. إن شاء الله. أهلا بيكي. أول حاجة أنا عايزة أحييكي على طموحك وعلى عزيمتك إنك أنت رجعت للدراسة بعد زمن 30 طويل 30 سنة من الأساس، وحاليا أنت في الجامعة. الحمد لله، والله مبروك على العزيمة، أكيد ألف مبروك. العافية يا رب. وملاحظاتك أكيد لطبيعة العلاقة بين الطالب وبين المعلم وتغيير السلوك نفسه. لو احنا عملنا مقارنه، زمان الاحترام الكبير في المدرسه، في الشارع، في الحله، كله كان احترام متبادل، لكن شنو اللي اتغير حاليا؟ ما هو ده السؤال اللي بيطرح نفسه، هل اتغير وهل وصل الطلاب لكده؟ هل هو عدم تربيه وغرس القيم الجميله الحلوه جواهم، ام بعد عن الدين وتعاليم السمحه، ام الميول لشيء اخر يعني، وعدم رغبه في التعليم، أما العولمة خلتهم يتجهوا اتجاه سلبي عكس حياتهم. صحيح. يعني نحن زمان يعني لحد اليوم يعني أستاذ علمنا حتى في الابتدائي زمان، بس اليوم ده لو لقاني في الشارع أنا بنادي بلغب أستاذ، ما بقدر أقول له باسمه عادي كاحترام له طبعا. صحيح. يعني لأنه له فضل كثير علي. يعني حتى زمان نحن لما كنا طلاب، إذا الشارع الأستاذ لقانا في الشارع بنخلي الشارع له من غير اتجاه ثاني، هو ما خوف لكن احترام له يعني. حتى الشارع بيمشي فيه ونحن ما بنحب نمشي وراه يعني. لكن اقول شنو يعني شباب الزمن ده، انا ما بقول كلهم، ما حابه اظلم كل الطلاب، لكن في البعض منهم يعني تعامل بسلوك بجد ما حلو ولا بليغ به كطالب وسط الطلاب ومع مستاذ حقه، حب يدي معلومه حاجه يستفيد منها، والله حاجه بجد مخجله محزنه ومحزنه في نفس الوقت. صحيح. اضطهاد للمعلم ما بعرف، اضطهاد للتعليم في حد ذاته ما عارفه، عدم رغبة في التعليم ما بعرف، تحس بيه انه مضغوط، يعني عدم احساس بالمسؤولية لطريقة يعني ما تتخيلوها. انا ما بقول كل الطلاب عشان ما اظلم يعني البعض منهم، يعني هو دول يعني اسي هو كده، بعدين هيكون كيف اب او ام يدوروا اسرة ويكونوا هم مسؤولين عنا وعلمون سلوك كويسة تنفعهم في حياتهم. صحيح. وفقد طيب. الشيء لا يحطي يعني. اكيد اكيد. حنان الشيخ إدريس، من جانب اخر، هل بتعتقدي انه يعني الاستاذ السوداني هو له دور كبير او حتى دور فعال في انه يكون في عدم احترام بينه وما بين الطالب؟ والله احيانا بيكون في، انا ما احب اظلم كل المعلمين، بس يعني احنا زمان لما كنا بنقرا مثلا، انا قولي يعني مثلا انا بكره الرياضيات، طيب لكن الاستاذ حقه خلاني احب حببني فيها يعني، خلاها تكون مادتي المفضله بطريقته هو باسلوبه هو. جميل. لكن برضه مهما كان هو في النهايه استاذي، ولو الحق علي ان انا احترمه يعني، برضه احتمال انا ما احب الماده عشانه هو، لكن برضه تعاملي معاه بيكون حلو بصوره حلوه في النهايه لانه هو استاذ يعني، واحتمال انا اخليه يعني يغير نظرته لي
بطريقه التعامل معه. ما هو الانسان مهما كان فظ وتتعامل معه بطريقه حلوه اكيد في النهايه بلين يعني بيخضع لاحترامك ليه يعني بخليك تحترمه غصبا عنك يعني في حاجات ثانيه بتخليك تحترمه انت ذاتك يعني. لكن الله يحفظك. طيب خلينا استاذه حنانة ارجع لجانب الاسره. يعني سابقا لما يحصل مشكله في مدرسه او يعني معلم يضرب واحد من الطلاب او واحد من التلاميذ ما بيكون في اعتراض فبيكون في قبول يعني ما خلاص ما هو غلط عشان كده الاستاذ ضربه. لكن الشيء تغير تماما حاليا يعني عدد من المعلمين بيشتكوا يعني عقوبه الضرب في المدارس بما ان هي حاليا توقفت. لكن اذا اضطر الاستاذ ويعني عاقب واحد من الطلاب فبيقول مباشره بيجي ولي الامر وبيعترض على طريقه العقوبة وطريقة تعامل المعلم مع الطالب. دي خلت التلاميذ شوية يستقوا على المعلمين يتمادوا في الغلط حقهم. ما هو هنا الأسرة بنقول لها دور. يعني أنا يعني جاني خطاب من معلم إنه الطالب الفلاني يعني سلوكه في المدرسة كده وكده للأسف يعني ولي الأمر ما بصدق بقول أنا ولدي ما كده. أيوة انت ما كده معناه خلاص انت ابوي يقول ما بيعمل سلوك زي ده انا اتمادى مع المفروض البيزاني ثاني ما دام ابوي قال انا زول ما بعمل كده واحترض انا شفته يعني انا رجعت المدرسه بعد فترخل لاني اشوف يعني حاجات كثيره للاسف حاجات سلبيه يعني ما مفروض تحصل. انا ما دام ولدي عمل كده مستحيل يعني يكون استاذ او طلاب او ناس مدرسه يتبلوا عليه ساعه يقولوا عمل بالكذب يعني ما هو عملي تمام ما قاعد معه في المدرسه. انا حتى لو شفت حاجه بعيني يعني حاجه غلط ما بقدر امشي اقول له ولي امره او اهله ولدكم ده عمل حاجه غلط لانه اكيد ما حيصدقوني يعني حيقولوا ولدنا كده واحتمال تحصل مشكله بينه وبينه. صحيح يحطوا في راسه انه ولدنا زول كويس زول دغري زول مستقيم زول حياته ماشيه تمام لكن هو بر البيت ما عارف ولده بيعمل في شنو. ما انا مدام زول كبير او استاذ جيت قلت لك ولدك عمل كده ليه نتبلى عليه يعني ما في حاجه تخليناه يتبلى عليه يعني ما هو لازم ما هو كده يعني تحاول ابحث ورا الموضوع الكلام قلت لك انا وبعدين تعال ارمي معك ايوه صحيح. استاذ حنانة كمان من جانب اخر يا معذره بتذكر زمان ده يعني الشاب اول ما يكونوا دا يدخل مرحله اولى اساس بيمشي المدرسه بقول لهم يا اخي ليكم الحم ولينا العظم. ايوه ده ولي الامر ايوه انت خد الزمان وزمان ما هي بتربي ايوه صحيح. لما يقول لك نادي ابوك انت بتكون شايل هم وخلاص الموضوع ممكن يكون كبير طبعا دي عقوبه كبيره جدا. بتستقوى باسرتك وبتستقوى بانه انت عندك ابو ممكن يجي يعني يدين المدرسة أيوة أو المؤسسة اللي أنت موجود ممكن يشتكي في وصلت لمرحلة يعني تم فتح بلاغات في عدد من المعلمين أيوة بسبب العقوبات في المدارس. يعني سين الطالب عمل حاجة غلط بقول لي أمشي نادري ولا أمرك بطلع الشارع بلقى ليز ولا يجيبوا لي يقول لي ده ولا أمري عادي بتحصل يعني ولا أمرك بيعني بقول لي ده ولا أمري يعني هو اللي أمري ده وأنا جبت لك باحتمال يكون يعني الأب زول حزم شديد يعني لو حس إنه عمل حاجة غلط يعني ما بخليه او بانه على الحته دي عشان كده يزول بلده في الشارع بيجيبه ما عايز يوصل الغلط ده لابوه يعني ورينا هاي ما داري يوري ابوه يعني انه مثلا زول بيغلط او بيعمل حاجه غلط بيقوم يلقى يزول من الشارع يجيبه يقول لهم ده ولا امره ده غلط. المؤسسه المفترض تكون فيها اوراق ثبوتيه او رسميه او رقم التليفون. نعم انا ولا طالب ده عمل حاجه غلط بشير رقم التليفون بتصل على امره يعني ولد ده عامل كده وعامل كده وعامل كده. نعم في ناس الحته دي بتتقبلها يعني تتقبلها وبتيجي تخش مع نقاش وبتقول لهم يعني لو شفتوا عمل اي حاجه غلط اتصلوا لنا تليفون ايوه او شوفوا العقوبه اللي بيستحقها وعملوا عليها. لكن الحاجه اللي بتقوي الطالب انه يستمر في الغلط انه ولي امره او اهله ما يقول ولدنا احنا ما بنعمل كده. طيب. بعد ذلك بتدي المجال انه يعمل هو اي حاجه. أيوة صحيح. طيب نتحول الى الجامعات يعني السلوك الاصبح متبادل بين المعلم وبين الطالب السلوك العدائي ده وعدم الاحترام. يعني احيانا في طالب بيكون اساسا هو ما عنده رغبه انه يدرس جامعه ولا التخصص المعين اللي هو بيدرسه هو غير راضي عنه. طيب ممكن يفتعل المشاكل مع المعلم يفتعل انه هو ما مرتاح في الكليه عشان يترك مقاعد الدراسه. لا هو من الاول ما يكون واضح يعني مع اسرته على المجال ده ما داير وما حبيه وما عايز اقراه احيانا بتضطر تخلي مثلا اهلك يخسروا عليك يعني يحصلوا رسوم الجامعات كيف وده غير مصروفك اليومي انت ما عارف اهلك الجوج ده اصلا لما تلك كيف او جابت لك من وين وتخلد عن شنو عشان توفر لك الحاجه اللي انت عايزها. صحيح ما ده برضه ما نسميه عدم احساس بالمسؤوليه يعني في عدم احساس بالمسؤوليه مبالغ فيه. صح. يعني ياسي في نحن بنقول في الاغاعه في المحاضرات في طلاب في حوش الجامعه ما كان يخش المحاضره
من اكثر ما يرسلون في رقبات المحاضره بدا ثاني عملوا لهم شنو يمشوا ينادون من الشارع واحد واحد او من أيوة الجامعه واحد واحد في ما حاجه ترجع للطالب ذات نفسه يعني المفروض يكون عنده احساس بالمسؤوليه وهو يعرف انه هي الجامعه ليه انا جيت الجامعه وجيت المدرسه ليه عشان اعمل شنو مش عشان اتعلم ما خلاص خليك زول قدر المسؤوليه خش الحصه او خش المحاضره حقتك عشان تستفيد وبعدين تنفع نفسك اول بعدين تنفع اهلك وتنفع المجتمع زاد وتنفع بلدك زاد يعني استاذ حنان كان في فيديو منتشر في مواقع التواصل الاجتماعي لو شاهدتيه وشاهدتيه يا معزه أيوه. هو كان فيديو لحاله بتاع الضرب ما بينه وما بين معلم سوداني ان هو تعدى عليه بانه رفع الكرسي على المعلم وضربوه أيوه حصلت صحيح. حاله بتاع الضرب وكان في واحد من الطلاب حامل جهاز تلفون كان مصور المشهد ده وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صحيح. البعض ايد المعلم والبعض الاخر ايد الطالب فرسمه وجهه نظرك انا اكتر حاجه يعني هسه بتحس في نفسي اني يكون في اي موقف مع انا احتمال محتاج انك تنغزني اكثر من الصوره حاول انغزني وشوف الموقف بيحتاج لشنو اعمله التصوير ما هو التصوير هدفك شنو هدفك انك تبشع بالحاجه دي او تسوي صوره زول يعني اسيز انا امبارح جيت جاي في شارع 60 في عربيه محروقه كده اي زول شايل تليفونه متجه ناحيه العربيه يصور فيها ما احنا ما عندنا قانون بيمنع التصوير ما عارف الناس في الحوادث وفي الاشياء دي احتمال السي في زول محتاج انك تنغزه او في موقف يخليك مثلا تطفي الحريق ده أيوة صحيح. عشان العربيه ما تتفجر يعني تعمل مشاكل ثانيه حاول اطفي الحريق ده حاول انقذ لو في ناس انقذهم حاول ابعد الناس الواقفين جنب العربيه دي عشان ما تحصل لهم مشكله بدل التصوير فهمون وروني يعني مدى ضرر الحيطه دي عليهم يعني لو كانوا واقفين كده والعربيه والبنزين وصلوا وتفجرت يعني ما حد تأثر على كل الحواليات طبعا في ناس يعني بس ما عارفه التصوير ده انا ما قدر يعني فكره كده ما عارفه ما قادر افهمها في مواقف المفروض تكون حاجات ايجابيه اكثر من سلبيه يعني التصوير ذاته زمان يعني كان كونك تشيل تليفون في المدرسه ده كان موضوع كان كبير جدا بس اساسا يعني في المحاضره في الحصه الطالب شغال بالتليفون اذا كان محاضره او في مدرسه او في حصه يعني الاستاذ هو هنا يحاول ينهي ما تبطل التليفون دخيل التليفون لا حياة من تنادي يعني ما لانه ده ما يستوى تبقى دي مسؤوليه خلاص المسؤوليه انا لدي ادمان قدر الغرب بجد ياثر عليهم ودي الحاجه الدايره وصل لها يعني هسه في كثير من البلدان بتمنع الطفل انه يشيل تليفون احنا عندنا نشيله عادي يعني لانه عارفين مضارع له وشنو صحيح لكن عندنا عادي تشيله يعني عادي حتى لو ما حقه حق امه حق ابوه حق اخته حق اخته تلقى اليوم كله شغال فيه يعني احتمال ما يديك فرصه الا يسمع التليفون مرات بيكنسل فيك لو الزول اتصل بيكنسل فيك التليفون صحيح عشان ما يشيل منه التليفون يعني لا. بس طيب في ختام حديثنا معك استاذه حنان يعني نصائح اول حاجه طبعا حتكون للاسره وللطلاب ولا الاسره بقول لهم يعني خلوا بالكم من اولادكم الزمن بجد بقى صعب وصعب شديد والله يعني راغبون شوفوا بيعملوا في شنو حاولوا أزالوا مني إذا كان في جامعة ولا في مدرسة أزالوا من طالبكم من ولدكم ده بيحضر محاضرات بيحضر حصص يعني مستوى التعليمي كيف الحاصل عليه وشنو حصل مرة يعني ضايق له أستاذ عمل أستاذ تعامل ما في محله يعني الناس تدعب على الحتة دي وبقول للطلاب يا أولادي ويا أخواني ويا كلكم خلوا بالكم من نفسكم ما في حاجة بتنفعكم بعدين غير تعليمكم ده يعني كل شيء في الدنيا دي ملحوظ يعني لكن في حاجات كده لابد دايما تكون في وقتها يعني اتعلموا واقروا واعملوا والباقي خلوا على الله يعني وخلوكم ما شاء الله عليكم احترموا نفسكم عشان الغير يحترمكم يعني أكيد. وربنا يوفقكم يا ربي اللهم ان شاء الله نصيحه مهمه ان شاء الله اكيد شكرا لك يا استاذ حنان الشيخ ادريس ام الغاليين سعد بك جدا معانا انت تكون دي رسائل موجهه بشكل مباشر للطلاب وللاسر السودانيه وجرعه توعويه مهمه جدا لسه نحن واصلين معاكم طريقنا طويل ولكن بعد الفاصل